بهذا الاكزامبل بدي استعرض كيفيني اعمل راوتينج بين تو دايركتلي كونكتد نتوركس. حروح بالباكيت تريسر، انزل على ميلة الشمال بالجروب اوف نتورك ديفايسز، اكبس عليها، اختار الراوترز واختار ال 1941، حاخذ منه اونلي 1 يونت. هذا الراوتر الموجود عندي هون انا بدي اوصل عليه نتوركس. طبعا فيها تكون النتوركس فيها اتليست 1 هوست اور سيفرال هوست. حاخذ انا 2 سويتشز بهذا الجروب، ححط سويتش على ميلة الشمال، ححط اكيد كمان سويتش ثاني على ميلة اليمين. بهيدي التوبولوجي الموجودة عندي هون انا ححط 2 بي سيز، حروح على الاند ديفايسز، ححط بي سي هون، ححط بي سي كمان بالميل التاني. اكيد وي كان اد سيفرال بي سيز، بس هون في عندي تو ديفرنت سب نتس، تو ديفرنت نتوركس. قبل ما بلش اوصل للنتوركس ديفايسز هعمل ليبل، حقول انه هيدي 192.168 كلاس سي نتورك .1.0/24 سمبل كلاس سي نتورك، والتاني اللي بدي استعملها هون هي 192.168.2.0/24 كمان simple class C network. خلونا نوصل الكيبلز. بروح على اللايتنينج سيمبل الموجودة عندي هون، بكبس عليها تقدر اوصل الراوتر بالسويتش I need a straight through cable. فاذا بروح على الانترفيس اللي هو الجيجا ايثرنت 00 بكبس عليه، وعلى السويتش 0 كمان حوصله على الجيجا ايثرنت 01. كذلك الامر حارجع اروح انا على الراوتر 0 قال له هالمرة بدي الجيجا ايثرنت 0/1، كمان بدي اوصله على الجيجا ايثرنت 0/1. اما بالنسبه للبي سيز كمان بحاجه للستريت ثرو كيبل، حاوصله من الفاست ايثرنت على اول واحد باول سويتش، كذلك الامر من الفاست ايثرنت اول واحد باول بالسويتش بثاني سويتش على البي سي كمان الفاست ايثرنت. فبيكون عندي شكل التوبولوجي على الشكل التالي، هون في عندي تو ديفرنت سب نتس. هيدا الراوتر عنده two directly connected networks. This means أنا ماني بحاجة لبروتوكول. I need only to configure the gateways لأول network ولا تاني portion من تاني network تقدر أنا خلي يصير في routing between these two subnets. طبعا أنا هون في عندي 2 subnets ولكن they are full class، مش معمول subnetting. مشان جمالية الاكزرسايز حفوت على راوتر 0، حفوت على الكونفيج وحقله الديسبلاي نيم بدي R1، كمان هون بدي الهوست نيم كمان يكون R1، اعمل سيف. كذلك الامر للسويتش بدي روح على الكونفيج بدي SW1، اكيد فيك تسميه انت يلي بدك اياه. كمان هون في عندي SW1 كمان حنعمل سيف، اند ذس سويتش 2 حسميه SW2، كذلك الامر SW2 وحاعمل سيف. تنقدر نحن نخلي يصير في راوتينج بين ذيس تو بي سيز، اكيد البي سيز لازم يكون في عندهم اي بي ادريسز. حفوت على البي سي 0، حروح على الديسك توب، حروح على الاي بي كونفيجريشن، حقول بدي احط له ستاتيك اي بي ادريس which is 192.168.1 لانه انا موجود بالنتورك اللي هي .1.0، وحيكون في عندي الفيرست يوزبل اي بي ادريس. وبما انه انا ما عندي سب نتنج حاستعمل سمبل كلاس سي سب نت ماسك. اما بالنسبه للديفولت جيت واي اللي انا بدي اعمل له كونفيجريشن بعدين على البورت الموجود عندي هون، حقول له بدي 192.168.1 and the last usable IP address بهذا السبنت هي 254 لانه 255 هي البرودكاست. حطيت الاي بي ادريس على بي سي 0. اما بالنسبه للبي سي 1 بدي اروح كمان على الديسكتوب، بدي اروح على الاي بي كونفيجريشن 192.168 هالمره .2.1 first usable IP address بهذا السبنت كلاس سي ديفولت سبنت ماسك 192.168 هالمره .2 واللاست يوزبل هي 254. وهيك انا بكون عملت configuration للاي بي ادريسز للبي سيز. طيب بينو عندي البورتس بقلب الراوتر، بروح على الاوبشنز، في عندي البريفرنسز بكبس عليها، وعندي هون always show port labels in logical workspace تقدر اعرف انا كل واحد على اي بورت موصول. هيدا على الجيجا 01 بالسويتش، جيجا 00 بقلب الراوتر. فهلا بدنا نفوت على قلب الراوتر على الجلوب الكونفيجريشن مود، حنكبر الخط شوي صغيره، حروح كمان هالمره على الاوبشنز بريفرنسز بقول له بدي الفونت يكونوا هون 17x17 مشان نقدر نشوف اوضح. حقول له ابلاي، حارجع بعدين اكبس هون، حلاحظ انه السي ال اي فرقت عندي هون. بمجرد ما فت على قلب الراوتر حلاحظ R1 هو الهوست نيم، حقول له كونف تي، حروح على جلوبال كونفيجريشن مود، وهالمره بدي اختار فوت على اي انترفيس، على الانترفيس الاول اللي هو الجيجا ايثرنت 00. فاذا بقول له انترفيس، بكتب انترفيس بكبس تاب بكمل لي اياها، جيجا بكمل لي اياها، اذا كبست تاب بقول له هالمره بدي 0/0. بمجرد ما كبست انتر حيفوتني على السبيسيفيك كونفيجريشن مود تبعيت هذا الانترفيس. انا بدي احط اي بي ادريس، فاذا بكتب اي بي، برجع كمان بكتب كلمه ادريس، هالمره اللاست يوزبل هي 192.168، كمان بدها تكون .1.254، والسبنت اللي عم استعمله هو 255.255.255.0 وبعمل انتر. باي ديفولت الراوتر اذا شلته من قلب العلبه وبلشت تستعمله حيكونوا البورتات مطفيين،
بالعكس السويتش، السويتش وقت ما بتشيله من العلبة بتستعمل البورتات اوتوماتيكلي بيكونوا مضويين. فاذا هون بدنا نضطر نضوي الانترفيس، فاذا بقول له نو شت داون، بكتب كلمة نو شت داون، بعمل انتر وبخلص وبعمل اكزت. تنقدر نشوف الكمانز اللي حطيناه هون. فتنا اول شيء نحن على الانترفيس، حطينا الاي بي ادرس، دوينا البورت، ورجعنا اخر شيء عملنا اكزت. هلا طبعا بدي كمل الكونفيجريشن للانترفيس الثاني، فاذا حاجي انا هلا اقول له كمان هالمره بدي فوت على الانترفيس بدل ال00 حقول له بدي ال01. الاي بي ادرس اللي انا بدي احطها حاختارها نفسها، ولكن هون بدل ال1 لازم نحن نحط 2. واكيد بدي ارجع اقول له بدي نو شت داون، وبدنا نرجع كمان نعمل اكزت. فاذا كانوا الكوماندز على الشكل التالي، حطيت اول شيء 01، بعدين حطيت الاي بي ادرس، بعدين قلت له نو شت داون، واخر شيء اكيد اكزت. اكيد بعد ما خلص الكونفيجريشن لازم اعمل سيف. تنقدر نعمل سيف نحن بدنا نضطر نطلع على البريفيليج مود ونقول له كوبي ران ستارت. نحن هيدي بنتذكرها من السي ان اي 1. فاذا بمجرد ما قلت له كوبي ران ستارت فاذا بيعمل لي سيف. طب ولكن انا اذا كنت بالجلوبال كونفيجريشن مود، يا هل ترى على طول مضطر اطلع لهون؟ فلا، ففينا نختصرها نحن بكلمه دو دبليو، يلي هي قصدي فيها دو رايت، لانه الرايت كمان بتعمل نفس البروسيجر يلي هي كوبي للرننج كونفيجريشن على الستارت اب كونفيجريشن. فاذا اختصارها هي دو دبليو، او اذا بدك دو رايت، فاذا هن نفسهم زيتهم. او فيك تطلع على البريفيليج مود اذا بدك وتكتب دبليو، فاذا بيعمل سيف اوتوماتيكلي، او تكتب رايت يلي هي اختصارها دبليو. هلا حارجع على التوبولوجي، اخر ستيب انا بدي اعملها اللي هي البينج. بدي اروح على البي سي 0، حفوت على الكوماند برومبت، حقول له هالمره اي نيد تو بينج ذا بي سي، بينج 192.168.2.1. اكيد بدي اروح على هيدا البي سي، حاعمل انتر اند ليتس ويت تنشوف شو بده يصير. بالعاده اول وحده بتكون ريكوست تايم اوت، لانه بيكون عم بيخلص الاي ار بي، بس بمجرد ما عمل ريبلاي يعني everything is going well. تنقدر احنا نختصر على حالنا لانه احنا عم نستعمل سيميوليتر، وي ويل يوز ذا بينج اللي هي اد سمبل بي دي يو. بكبس على الايكون الموجوده هون، بقول له بدي اعمل بينج من بي سي 0 لبي سي 1، بكبس على الفلاش الموجود هون، فبيطلع عندي انه سكسسفول. فيني اعمل ديليت، او بكبس على الكيبورد حرف البي، بروح من بي سي 0 على بي سي 1 and it's now successful. This means انه تم الراوتينج بنجاح، ما عملت كونفيجريشن للبروتوكول، عملت كونفيجريشن بس للجيتويز يلي هم الجيجا 00 لاول نتورك، وال01 لتاني نتورك by using the last usable IP address.